رئيس مجلس الوزراء يعلن أن الحكومة بصدد الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وتنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً الاثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة. وزير الخارجية سامح شكري يلقي اليوم كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتكليف الحكومة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة. وخلال ترأس مجلس المحافظين صرح رئيس الوزراء بأن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأن هناك تنسيقا مع مجلس النواب يهدف إلى التوافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون. كما أكد مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس، وكذا توفر مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى بأسعار مناسبة والتي تستهدف إحداث توازن في الأسواق، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه المعارض وزيادة عدد المنافذ التي تقدم من خلال هذه المنافذ وتقدم السلع المختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط إلى الخدمة. وخلال اجتماع مع عدد من المسؤولين أشار مدبولي إلى الدور الكبير لمثل تلك المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة في بعض القطاعات، وذلك بتكلفة تتجاوز 14 مليارا و500 مليون جنيه، سواء من خلال التمويل الذاتي أو عبر الخطة الاستثمارية للمحافظة. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 2:30 من ظهر بعد غد الاثنين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب، كما يعلن الجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها. يأتي ذلك فيما وجهت الهيئة الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة لحضور المؤتمر الصحفي. أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.
يلقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم كلمة مصر أمام أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تنعقد الدورة الحالية للجمعية العامة الأممية تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لا سيما في ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف. أكدت مصر نجاحها في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بالآلاف من المرضى خلال العقود الماضية. وفي كلمة مصر خلال اجتماع تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد الذي عقد على هامش الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار انخفاض معدلات انتشار فيروس سي إلى 38% عام 2022. وأضاف عبد الغفار أن خطة القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين في الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس. أعلن الجيش اللبناني إطلاق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردا على هجمات بقنابل دخان أطلقها جنود إسرائيليون باتجاه دورية للجيش اللبناني في منطقة بسترة جنوبي لبنان. وفي بيان له أوضح الجيش اللبناني أن عناصر من الجيش الإسرائيلي أقدموا على خرق الخط الأزرق خلال مواكبة جرافة تقوم بإزالة ستر ترابي أقامته إسرائيل شمال الخط الأزرق. وإلى ليبيا، حيث أعلنت السلطات الليبية انطلاق المرحلة الثانية من أعمال البحث والإنقاذ والتي تركز على جهود البحث في أعماق البحر. هذا وأوضح الجيش الوطني الليبي أن القوات المسلحة وفرق البحث والإنقاذ الليبية والدولية بدأت مرحلة انتشار الجثث، مشيرا إلى تواصل أعمال البحث في أعقاب الإعصار دانيال.
من جانبه أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل أن عدد الجثث التي تم انتشالها ودفنها في مدينة درنا شرقي البلاد بلغت حوالي 3600 شخص، نافيا أرقام منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن 11,000. هذا ومن المقرر تنظيم مؤتمر دولي في 10 أكتوبر المقبل لإعادة إعمار درنا، حيث دعت السلطات الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة. هذا وتواصل فرق الإنقاذ في مدينة درنا الليبية العمل على إزالة أنقاض المباني التي دمرتها السيول في محاولة لانتشال الجثث والبحث عن المفقودين. وفي السياق ذاته أكدت فرق الإنقاذ أن الوضع في المدينة مأساوي، مشيرة إلى عدم القدرة على انتشال العديد من الجثث من تحت أنقاض المباني بسبب نقص المعدات المناسبة. بالنسبة للوضع هنا في مدينة درنا، وضع مأساوي لحد الآن، يعني صعوبة كبيرة، ما فيش كيف نقدر نوصف لك حاجة مأساوية. يعني في مازال ناس تحت الانقاض، وفي مازال ناس جثث متحللة مازال حتى هو مش حد يقدر يطلع عليهم ليخش ينقذ يطلع جثث. وضع مأساوي، ما عنديش كيف نوصف لك حتى منك. وضع مأساوي بدرجة، وكل الناس اللي جت اللي دارت لي عليها، بس مازال في صعوبة في حاجات واجبة. شفنا كجثث يعني عدد ما تصورناش، احنا جينا على كلام، جينا لقينا قدامنا وضع يعني في اليوم نشوفه كمثلا كاساف مثلا مجموعتنا نحن، اقل حاجه مثلا في الصبح نشوفه في 20 30 جثه هذين طلعوا فيه من تحت البنايات. ومن ليبيا الى المغرب، حيث صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانيه في المغرب فوزي لقجع بان الزلزال الذي ضرب البلاد الحق اضرارا بنحو 2930 قريه في جبال الاطلس الكبير يسكنها 2,800,000 نسمة. وقال لقجع أمام البرلمان أن ما لا يقل عن 59,674 منزلا تضرر جراء الزلزال، وإن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل. وأضاف أن الحكومة ستقدم 244 دولارا شهريا على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140,000 درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل، و 80,000 درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا. يذكر أن الزلزال قد وقع والذي بلغت قوته 6.8 درجة في 8 سبتمبر الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص. تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم باليوم الوطني 93 تحت شعار نحلم ونحقق. وتزينت مباني المملكة في الجهات الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة باللون الأخضر احتفاء بهذا اليوم، حيث تشهد كافة محافظات المملكة العديد من الفعاليات الاحتفالية. أصدر المجلس العسكري في النيجر مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومات السابقة، وضمت المذكرات رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، ووزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وغيرهم من الوزراء. كذلك تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين وجنرالين اثنين. قتل 9 أشخاص معظمهم من النساء بعدما أطلق مسلحون النار على حافلة بمنطقة شمال غانا التي تشهد توترات عرقية ومخاوف بشأن عنف لجماعات متطرفة عبر الحدود في بوركينا فاسو. وشكلت النساء معظم ركاب الحافلة التي استهدفها الهجوم، وكن في طريقهن إلى سوق محلي بمرافقة من الشرطة. وتعاني المنطقة الشرقية العليا تعاني من توتر مستمر منذ عقود، فضلا عن الصراع على حقوق الأرض في منطقة باكو ذات الأغلبية المسلمة، حيث تكثف قوات الأمن تواجدها.
أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في قصف روسي على منطقة كريمينتشوك وسط البلاد. يأتي ذلك فيما تتجه الولايات المتحدة إلى دعم أوكرانيا بصواريخ تعقمس بعيدة المدى وهي مزودة بقنابل عنقودية بدلا من الرؤوس الحربية الواحدة. تتصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا في وقت تتلاشى فيه التوقعات بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستعرة بينهما. ففي منطقة بولتافا أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 15 آخرين في ضربة روسية استهدفت البنية التحتية في مدينة كريمينتشوك بوسط أوكرانيا. ومع قرب قدوم الشتاء قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيتش ميهال إن روسيا استأنفت حملة منظمة من الهجمات الجوية على بنى تحتية للطاقة، لكنه لفت إلى أن الدفاعات الجوية لبلاده باتت أكثر جاهزية للتصدي لمثل تلك الهجمات مقارنة بالعام السابق. الهجمات الجوية الروسية سبقها مقتل جندي روسي جراء قصف صاروخي أوكراني على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى سيادتها في عام 2014. التطور اللافت في القدرات الصاروخية لكييف يعود بالأساس للدعم المقدم لها من واشنطن التي قد تتجه إلى تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ أتاكامس بعيدة المدى، وهي صواريخ قادرة على التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات، وذلك إلى جانب إعلان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن اتفاق أوكراني أمريكي على بدء إنتاج مشترك للأسلحة في خطوة ستمكن كييف من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوية، فضلا عن تقديم الولايات المتحدة حزمة مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 325 مليون دولار. وفي ذات سياق الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتزام بلادي تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بأكثر من 480 مليون دولار أمريكي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. على الجانب الآخر، أفادت وسائل إعلام باعتزام روسيا تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لعام 2024 لتصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 3.9% في عام 2023، وهي النسبة التي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول الروسي في الهجوم الذي شنته كييف على مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. إلى ذلك أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوغايف تصدي أنظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم صاروخي جديد على المدينة، مشيرا إلى سقوط حطام صاروخ بالقرب من مرفأ في منطقة ساخورنايا بالكا. أظهرت بيانات لوزارة التجارة الصينية ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للبر الرئيسي في الصين بنسبة 18.8% على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 585 مليار يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين. هذا وقد أصدرت أعلى هيئة تنظيمية للسوق الصينية 22 إجراء لتعزيز تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك تعزيز إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار وأبحاث المخاطر والإنذار المبكر للاستثمارات الخارجية وعمليات الدمج والاستحواذ في الصين. قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالدس دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين، لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه. وقال دومبروفسكيس في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة باند في شنغهاي
قال إن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي لكنها غير متوازنة للغاية، مشيرا إلى عجز تجاري بلغ حوالي 400 مليار يورو. أظهرت بيانات رسمية بريطانية انتعاشا جزئيا للاقتصاد المحلي بدعم من مبيعات الأغذية والملابس. وفي السياق تراجع معدل التضخم في بريطانيا ليصل إلى 6.7% في أغسطس الماضي. انتعاش جزئي يشهده الاقتصاد البريطاني بعد زيادة في مبيعات المواد الغذائية والملابس هذا الشهر. البيانات الرسمية أظهرت تعافي مبيعات التجزئة البريطانية جزئيا في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الذي شهد هطول أمطار غزيرة، ما يزيد من الدلائل على تأقلم المستهلكين في البلاد مع ضغوط تكاليف المعيشة. مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني كشف عن ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1.1% في يوليو. البيانات أظهرت كذلك تراجعاً في المبيعات عبر الإنترنت بشكل طفيف مع ذهاب بعض الأشخاص إلى التسوق بعد انقضاء يوليو. كما انخفضت أيضاً مبيعات الوقود حيث أثر ارتفاع الأسعار على الطلب. في الوقت نفسه وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% الشهر الماضي ليتراجع من أعلى مستوياته والتي تجاوزت 11% في أكتوبر الماضي، غير أنه لا يزال الأعلى من بين الاقتصادات الغنية الكبرى في العالم. ومع ذلك فإن بيانات أغسطس تظهر ارتفاع حجم المبيعات على أساس شهري وذلك للمرة السادسة منذ بداية العام 2023، مما يشير إلى قوة طلب المستهلكين. منحت المفوضيات الأوروبية تقييما أوليا إيجابيا لطلب إستونيا بصرف 286 مليون يورو من المنح في إطار مرفق التعافي والمرونة، وهو الأداة الرئيسية في برنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن إستونيا قدمت لها في 30 من يونيو الماضي طلبا بصرف 286 مليون يورو بناء على تحقيق 28 شرطا في بنود المجلس التنفيذي لاستحقاق صرف المنح، ويغطي هذا المبلغ الإصلاحات والاستثمارات المتعلقة بالطاقة والتحول الأخضر والرقمي وسوق العمل والصحة والمهارات الخضراء والابتكار والنقل، بالإضافة إلى نظام التدقيق والرقابة في إستونيا. اجتمع وفد من الكونغرس الأمريكي مع زعماء أرمينيا للتعبير عن الدعم في أعقاب الاحتجاجات التي هزت الدولة الصغيرة في القوقاز بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه. وأعلنت السفارة الأمريكية أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء نيكول باشينيان وعددا من المسؤولين الآخرين لمناقشة العلاقات الأمريكية الأرمينية وتأثير الأعمال العسكرية الأخيرة في أذربيجان على السكان الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ. في سياق متصل، بدأ الانفصاليون في ناغورنو كاراباخ تسليم أسلحتهم بعد محادثات مع أذربيجان. من جانبها أعلنت أرمينيا استعدادها لاستقبال السكان الأرمن النازحين من ناغورنو كاراباخ في حال فشل جهود استمرار إقامتهم بالمنطقة.
برعاية روسية تتواصل محادثات السلام بين الانفصاليين الأرمن والسلطات الأدرية التي وصفت الجولة الأولى بأنها كانت بناءة. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الانفصاليون تسليم أسلحتهم في عملية من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع. وذكرت موسكو أن الانفصاليين سلموا 6 مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة سلاح حتى الآن. ويأتي الإعلان بالتزامن مع تمركز القوات الأذربيجانية على مشارف سيبانكيرت عاصمة إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالية. في غضون ذلك تصاعدت الضغوط الدولية على باكو لإعادة فتح الطريق الوحيد المؤدي من كاراباخ إلى أرمينيا الذي يطلق عليه اسم ممر لاتشين لتسهيل حركة العبور. ووفقا لوكالة الأنباء الأذرية فإن باكو أرسلت 40 طنا من المساعدة الإنسانية إلى المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس إلهام عليف وعد بضمان حقوق الأرمن الذين يعيشون فيها. ويسود قلق دولي من نشوب أزمة لاجئين بسبب نزوح العديد من السكان الأرمن، حيث يعيش في الإقليم ما يقرب من 120 ألف شخص ينحدرون من أصول أرمينية. وفي ظل الأوضاع الراهنة هناك العديد من المخاوف التي تنتاب المجتمع الدولي من نشوب أزمة لاجئين في الوقت الذي أعلن فيه رئيس وزراء أرمينيا في اجتماع وزاري في العاصمة ريفان أن بلاده على أتم استعداد لاستقبال السكان الأرمن الذين كانوا يقطنون في الإقليم في حالة فشل الجهود لاستمرار إقامتهم داخل الإقليم. حالة من الاستقطاب والتوتر تشهدها شبه الجزيرة الكورية في ظل الدعم الأمريكي لكوريا الجنوبية والزيارة الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وتتزايد المخاوف لدى واشنطن وسول وطوكيو من تعزيز نطاق التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو. أصداء زيارة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا ما زالت مستمرة، خاصة في شبه الجزيرة الكورية التي تشهد حالة من الاستقطاب الدولي بصورة غير مسبوقة في ظل الدعم والتقارب الكبير بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب وزراء خارجية الثلاثي الأمريكي والياباني والكوري الجنوبي عن قلق بالغ إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن التعاون العسكري وصفقة أسلحة محتملة. وهددت سول وطوكيو وواشنطن بتنفيذ رد حازم على أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي بانتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الصدد. وتخشى العواصم الثلاث أن تكون قمة بوتين جونغ أون قد استهدفت السماح لروسيا بالحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية لتكملة مخزونها المتضائل من الذخيرة. وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إنه إذا ساعدت روسيا كوريا الشمالية على تعزيز برامجها للأسلحة مقابل مساعدتها في حربها في أوكرانيا فسيكون ذلك استفزازا مباشرا، وإن سول وحلفائها لن يقفوا موقف المتفرج. وهو التهديد الذي ترفضه بيونغ يانغ معتبرة أن هذا الأمر يعد تدخلا في شؤونها. وتتزايد المخاوف لدى واشنطن وسول من محاولات تشكيل تحالف بين موسكو وبيونغ يانغ وبكين، حيث إن هذا التحالف سيشكل قوة ضغط كبيرة على السلطة الحاكمة في كوريا الجنوبية، خاصة في محاولات إظهار القوة التي تنتهجها كلا الكوريتين لإحداث نوع من الردع وتأكيدا لقدرتها على المواجهة. ولكن مع تزايد الجهات الداعمة لكل منهما سيزداد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. صرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بأن الصين قدمت تطمينات بأنها ستواصل التفاوض مع الدول جنوب شرق آسيا حول مزاعم السيادة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتتجنب التصعيد. وذكر أنور أن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ قدم له تطمينات بعد أن أصدرت بكين خريطة خط القطاعات العشرة، ومن خلالها بدا أن الصين توسع مطالبها بالسيادة في المياه المتنازع عليها. وتابع أنور أن ماليزيا لا تزال تشعر بالقلق من تصعيد التوترات مع سعي الصين إلى تأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان، مضيفا أن الجانبين بحاجة إلى تجنب الاستفزازات غير الضرورية التي يمكن أن تؤثر على المنطقة. صرح وزير الدفاع في تايوان أن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي. وأعلنت تايوان أن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة.
توترات لا تنتهي تفيض بها جزيرة تايوان. ففي تطور أخير، زادت الصين من وتيرة الأنشطة العسكرية حول الجزيرة، مما دفع وزير دفاع تايوان لوصفها بأنها غير طبيعية. جاءت تصريحاته غداة إعلان الوزارة أنها تراقب المدفعية الصينية طويلة المدى وقوات الصواريخ والقوات البرية حول خليج داتشينغ بمقاطعة فوجيان، وهي منطقة تقع قبالة الجزيرة عبر مضيق تايوان. وقالت تايوان إن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة، شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ. ويزداد حجم المخاوف مع توقع خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي نتيجة كثافة الأنشطة، وهو الأمر الذي سيثير حتما صراعا أوسع نطاقا قد يلتهم ما تبقى من صبر يتمسك به كلا الطرفين، على الرغم من أن تايوان ذكرت مرارا أنها ستلتزم الهدوء ولن تصعد الوضع، لكنها لن تسمح بالاستفزازات المتكررة من الصين التي لم تدخل قواتها حتى الآن المياه الإقليمية أو المجال الجوي لتايوان. وتعتبر بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة لها، وأنها ستعيدها إلى سيادتها حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة. تولت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مهمة جديدة تتمثل في مكافحة أعمال العنف التي تستخدم فيها الأسلحة النارية في وظيفة تستقطب الأضواء بشكل أكبر قبيل انتخابات 2024. وسوف تتولى نائبة الرئيس الديمقراطية والبالغة من العمر 58 عاما رئاسة مكتب البيت الأبيض لمنع العنف بالأسلحة النارية. ويتيح المكتب الجديد التنسيق بشأن مكافحة أعمال العنف رغم افتقاره إلى حد كبير لأي سلطة تنفيذية تمكنه من السيطرة على الوضع في بلد يتجاوز عدد الأسلحة النارية فيه عدد السكان. وقالت هاريس في بيان إنه تم الإعلان فيه عن المكتب الجديد إن الحرية الحقيقية غير ممكنة ما لم يتمتع الناس بالأمان، مؤكدة أنهم لا يملكون لحظة ولا أرواحا ليضحوا بها في بلد يمزقه عنف الأسلحة النارية. يعتزم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز مطالبة نظيره الأمريكي جو بايدن بمساعدة بلاده في مواجهة الهجرة غير القانونية خلال الاجتماع المقرر عقده، بينما جاء ذلك في المباحثات التي ستعقد بينهما بشأن أزمة الهجرة في الأسبوع القادم. أوضحت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسا بارسينا أنه من الممكن أن يتم هذا اللقاء بين رئيسي الدولتين على هامش قمة تعقد في العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة في 3 نوفمبر بين زعماء أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن الرئيس المكسيكي سيبحث مع بايدن السبل القانونية التي تسمح بتقييم الحالة الإنسانية ووضع مئات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة انطلاقا من المكسيك. أعلنت مجموعة مسلحة منشقة عن حركة فارك في كولومبيا وقف جميع الأعمال الهجومية ضد قوات الأمن في البلاد، يأتي ذلك بعد انفجار سيارتين أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح. وأوضحت المجموعة المسلحة تطبيق القرار بشكل فوري حتى دخول اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في بوغوتا حيز التنفيذ في 8 أكتوبر المقبل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية. أوضح المركز أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استمرار إتاحة صرف فارق النقاط الخاصة بالخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب عدد من الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة ويتم استبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر دون التقيد بأيام بعينها.
مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات كذلك من مصادرها الموثوقة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية مهمة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري، معربا عن ترحيبه بالشركة الإماراتية وحرصها على التواجد والاستثمار في مصر. وخلال افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، أضاف الملا أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي انعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين وعلاقات الصداقة المتينة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد. وأشار الملا إلى أن دخول شريك هام بحجم أدنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال إنرجيز يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك المصري الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع. أعلنت وكالة آيكوفن الدولية للدراسات الاقتصادية أن 12 دولة إفريقية من بينها مصر وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا تعد بين أكثر من 80 وجهة استثمارية جاذبة للشركات الصينية خلال العقد القادم. وأشارت الوكالة أن معظم البلدان الإفريقية المدرجة في قائمة أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين الصينيين تحقق أفضل أداء لها في فئة إمكانات السوق. هذا وقد اعتمد التقرير على 200 مؤشر من بينها مساحة الدولة وعدد سكانها لتحديد الدول التي تحظى بتفضيل للمستثمرين الصينيين خلال السنوات العشر القادمة والممتدة من 2024 إلى 2033. أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الانتهاء من إحلال وتجديد 60 مدرسة بمركزي ناصر وبيبا بمحافظة بني سويف استعدادا للموسم الدراسي الجديد. وأوضح مسؤول المبادرة بالمحافظة أن المدارس الجديدة شملت إنشاء 762 فصلا جديدا بالإضافة إلى رفع كفاءة 182 مدرسة أخرى. وقد تم الانتهاء من كافة الأعمال استعدادا لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد. نتكلم عن 60 مدرسة تم إنشاؤهم ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد على أرض مركزي ناصر وبيبا اللي شملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 762 فصل تم إنشاؤهم بالكامل من جديد وهيبقوا معانا في بداية العام الدراسي الجديد وكلهم داخل الخدمة إن شاء الله. وكمان عندنا 182 مدرسة تم رفع كفائتهم بالكامل في مركزي ناصر وبيبا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وزعت مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة سبيل 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية لإدخال الفرحة على قلوب المرضى وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة. وتستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمها من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، ومن بين تلك الأعمال إطلاق مبادرة سبيل التي تستهدف المرضى من الأسر الأكثر احتياجا. مبادرة سبيل واللي بتستهدف تقديم وجبات غذائية ساخنة للسادة المواطنين والأهالي المرضى اللي متواجدين داخل يعني الطوارئ والاستقبال وكده، معانا مجموعة يعني تتخطى الـ70 متطوع لتوزيع الوجبات، والحمد لله يعني شغالين في الموضوع بعد ما رجعنا من انتهاء مبادرة انت الحياة واللي كانت متواجدين فيها داخل مركز ومدينة الأنطرة غرب. النهاردة احنا المبادرة بتاعتنا بتغطي تقريبا كل مراكز المحافظة بما فيها المدينة الأم، والنهاردة التوزيع بيتم بإشراف مجموعة المتطوعين، وإحنا
يعني كمتطوعين كلنا سعداء بان النهارده احنا بدينا نوصل بالشيء لمستحقه بشكل مباشر وبشكل دايركت على طول. واحنا النهارده جايبين البنت يعني زي ما تقول جينا المستشفى وخدنا وجبات وتشكر يا رئيس. بشكر حياه كريمه على الوجبات اللي هم عاملينها ونزلوها في المستشفى ابو خليفه للطوارئ، والحمد لله يعني واخدين بالهم مننا ومش مقصرين معانا في اي حاجه. إيمانا بدور الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع وعلى رأسهم ذو الهمم، قدمت مؤسسة حياة كريمة 70 كرسيا متحركا وثابتا لأبناء محافظة الإسماعيلية من ذوي الهمم. جاء ذلك ضمن مبادرة خطى التي تقدم الدعم لذوي الهمم على مستوى الجمهورية. إيمانا من مؤسسة حياة كريمة ببناء الإنسان وبالأخص ذوي الهمم، تحرص المؤسسة على توفير الدعم للمواطن المصري البسيط والأكثر احتياجا. ووسط عدد كبير من المواطنين وصلت مبادرة خطى بمحافظة الإسماعيلية عشان توفر لأهلنا من ذوي الهمم 70 كرسي متحرك. بنشتغل على كافة الأصعدة كلها بحيث ان احنا نوصل للمستحق ذات الأولوية القصوى علشان نقدر ان احنا نلبي له احتياجاته. الحمد لله يعني عندنا فريق بيجوب الشوارع، بيتعرف على المواطنين، وبنقدر من خلال الأوراق المطلوبة كبحث الحالات الإنسانية ان احنا نقدر نتأكد من مدى مصداقية ان الشخص ده مستحق او لا. مؤسسة حياة كريمة مهتمة بشكل كبير بذوي الهمم وبتدعمهم بكل الطرق عن طريق إطلاق مبادرات كتير ومتنوعة بتهدف من خلالها لدعم الأولى بالرعاية من ذوي الهمم، الأمر اللي عبر عنه أهالينا عن طريق كلمات شكر وفرحة كبيرة. مبادرة عظيمة، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبسوط يعني بالمبادرة دي، يعني إن هي هتحقق لنا ان احنا نقدر نتحرك بالكرسي زي كده، يعني حاجه يعني كنا محتاجينها. يعني اشكر سياده الرئيس او اشكر الحياه كلمه على الكرسي اللي ادتني. مبادره والله جميله وزمان وتمام، ونشكر ربنا ثم مبادره حياه كريمه والقياده السياسيه. ممكن يكون انا مش موجود، عاوز مثلا يروح المدرسه، هيضطر ان هو والدته هتساعده، اي حد من جيرانه هيساعده، خلاف ذلك كان بيضطر انه يقعد في البيت مش هيروح المدرسه. ومن اول يوم لحياه كريمه وهي موجوده بين المواطنين بانشطه كتير على الارض في كل محافظات مصر، وكلها لرفع العبء عن كاهلهم عن طريق الوصول للاسر الاشد احتياجا وتوصيل الخدمات والمساعدات بمختلف انواعها عن طريق مبادرتها المتنوعه. افتتحت فعاليات مهرجان سمع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 16 الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار رسالة سلام للعالم. يستمر المهرجان الذي قبل بحضور جماهيري كبير حتى 28 من سبتمبر الجاري يستمر في فعالياته. تحت شعار رسالة سلام للعالم انطلقت فعاليات مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية في دورته 16 والذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري. طبعا دي الدورة السادسة بمشاركة دولية كبيرة جدا الحمد لله، نظرا لأن ظروف كورونا الثلاث سنين اللي فات الدول الأجنبية أقل، الحمد لله السنة دي الحضور الأجنبي قوي، عندنا حوالي 12 فرقة أجنبية بالإضافة إلى الفرق المصرية المختلفة وفرق السفارات المختلفة أيضا، إن شاء الله تبقى دورة متميزة. 30 فرقة ديت منهم دول الكونغو برازافيل ودي ضيف شرف المهرجان، وعندي اليونان وعندي رومانيا وعندي جيبوتي وعندي جنوب السودان وعندي الجزائر وعندي البوسنة وعندي قبرص وعندي تترستان وعندي فرق كتيرة جدا مشاركة. المهرجان يشارك فيه 30 فرقة من مختلف دول العالم ليكتسب بذلك مكانة دولية كبيرة في قلوب محبي الأناشيد والتواشيح الدينية. والله الحمد لله رب العالمين، لنا الشرف أننا نشارك في الطبعة الثالثة لمهرجان سماع في دولة مصر الحبيبة، وهذا المهرجان كما تشاهدون لاقى صيتا كبيرا على المستوى العالمي،
وهو يمثل الموسيقى الروحية والسماع الصوفي لكل دول العالم، وهو يجمع كل هذه الثقافات في هذا المهرجان الجميل. بنحاول بقدر الإمكان نعمل رسالة سلام نوصلها للعالم كله، ونقول ان مصر بلد الامن والامان، ونقول ان مهرجان سماع ملتقى الاديان وملتقى الحضارات وملتقى الثقافات المختلفه. اهميه المهرجان بالنسبه له هو للاستفاده والتعلم اكثر وكسب خبره اكثر من حيث كل شيء، والتعرف على وجوه جديده من جميع الدول العربيه والاوروبيه والعالم كله ان شاء الله. هو الحقيقه مش السنه دي بس، في حاجه جديده، احنا كل سنه بنحاول نجدد ونطور من نفسنا. الحقيقه الدكتور نصر عبد الفتاح دايما بيبقى حريص جدا ان كل سنه يقدم حاجات جديدة عن السنة اللي قبليها. السنة دي من أهم الفرق اللي معانا وهي ضيف شرف المهرجان، فرقة كونغو برازافيل. الحقيقة كانت هي من أشهر الفرق العالمية، وكانت حريصة جدا جدا السنة دي، يعني بتتابع معايا بقى لها 6 شهور إن هي عايزة إن المهرجان يبدأ، عشان كانت حريصة جدا إن هي تشارك فيه. يعرض بيت السناري وقبة الغوري عروض مهرجان سماع الدولي، والذي يهدف إلى التواصل الثقافي والإنساني بين ثقافات شعوب العالم المختلفة. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. افتتح أمس مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته 13 بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان. تأسس المهرجان في عام 2008 بعد تقديم العديد من المخرجين عروضا قوية، فكانت فكرة إقامة مسرح المهرجان. ويذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت لتحتضنه مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط كل عام. العروض هتتعرض في أكتر مكان، عروض المهرجان على مدار أسبوع هتتعرض في الجزويت وهتتعرض في الإبداع وهنا في مكتبة اسكندرية، وعندنا كمان مركز الإبداع قلت قبل كده يمكن. ويشارك فيها طبعا النهاردة جمهور اسكندرية مش غريب على مهرجان اسكندرية المسرحي اللي هو مسرح بالإنتاج سابقا. طبعا حقيقة جهود جبارة جدا من مدير المهرجان أستاذ إسلام مصوف، ورئيس المهرجان أستاذ إبراهيم الفرن، وطبعا المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياوت. مبسوطة بالمهرجان طبعا لانه بيسلط الضوء على المسرح في اسكندريه. يمكن يعني عندنا بصراحه مواهب كتير، لكن مش دايما الضوء بيبقى مسلط عليهم، ففرصه كويسه قوي وعظيمه جدا مهرجان اسكندريه مسرح بلا انتاج، علشان يعرف الناس بالمواهب الشابه في المسرح، ويعني ينتشروا اكتر وناس تشوف عروضهم اكتر. حابب اقول انه المهرجان اسكندريه دوره 13 انه انا سامع انه مهرجان كويس، في عروض كويسة، تنظيم كويس، كل حاجة كويسة، فاحنا نحب انه نقول نبين البيئة العراقية، اسلوب المسرح العراقي نطلعه للعالم. عملاق في دنيا الصحافة وصاحب مدرسة استمرت لعقود طويلة سار على نهجها مئات المريدين في بلاط صاحبة الجلالة، عاش عصرا ذهبيا وأياما فاصلة في تاريخ مصر الحديث بدءا من خمسينيات القرن الماضي وحتى الألفية الثانية، وكان ملازما لزعماء وقاد خلدهم التاريخ وشاهدا على عصور متتالية. إنه الكاتب الصحفي الراحل محمد حسن هيكل الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. تمر اليوم ذكرى ميلاد الراحل محمد حسن هيكل المئوية، وهو الاسم الأبرز في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، ويعد أشهر الصحفيين العرب في القرن العشرين، حيث رحل عن عالمنا في 17 من فبراير لعام 2016 عن عمر ناهز 93 عاما، بعد أن ترك مسيرة حافلة كصحفي وكاتب ومحلل وشاهد على التاريخ. ولد محمد حسن هيكل في مثل هذا اليوم في 23 من سبتمبر لعام 1923 بقرية بسوس بالقليوبية. تلقى تعليمه في القاهرة وبدأ الدراسة بالمراحل المتصلة، ثم اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر، حيث التحق بجريدة إيجيبشن جازيت وعمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث، ثم عمل مراسلا حربيا لتغطية بعض معارك الحرب العالمية الثانية. وفي العام 1944 انتقل هيكل للعمل في مجلة روزل يوسف، والتي كانت بوابة التعارف على محمد التبعي، ومن ثم الانتقال للعمل معه في مجلة آخر ساعة
قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الأخوين علي ومصطفى أمين. وفي العام 1945 عين هيكل بمجلة آخر ساعة، وأصبح بعد ذلك مراسلاً متجولاً بأخبار اليوم، ثم تنقل وراء الأحداث من الشرق الأوسط إلى البلقان وإفريقيا والشرق الأقصى، إلى أن استقر في مصر في العام 1951. تولى منصب رئيس تحرير آخر ساعة ومدير تحرير أخبار اليوم. وفي العام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام، وظل في منصبه حتى العام 1974. قاد الأهرام للتحول إلى مؤسسة، وأنشأ عددا من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر. وإلى جانب العمل الصحفي، شارك محمد حسنين هيكل في الحياة السياسية، حيث تم تعيينه وزيرا للإعلام في العام 1970، ثم أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين في غياب وزيرها الأصلي محمود رياض. ترجمت كتب الكاتب الكبير الراحل إلى ما بين 25 إلى 30 لغة، كان أحد ظواهر الثقافة العربية في القرن العشرين، كما أنه مؤرخ للتاريخ العربي الحديث، خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث قام بتسجيل سلسلة من البرامج التاريخية، ولديه أيضا تحقيقات ومقالات في العديد من صحف العالم. انتهت أخبار الثالثة، وهذه تذكرة بالعناوين. رئيس مجلس الوزراء يعلن أن الحكومة بصدد الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وتنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً الاثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وزير الخارجية سامح شكري يلقي اليوم كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية نشرة الثالثة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. دمتم في أمان الله.